هذه وين الزلة؟ طنجه. هذه صورت من لوبيتا الاسباني من الداخل، ديك الجردة ديالو مزومين شوف شو قداش ولا طنجه. مصيبة مصيبة. ما وصلتش لتما. ما وراء التلال تراك كاين شي مسار كبير. علاش؟ دابا هادي منين خديت هاد الصور هادو خديتهم من مستر خوش. عرفت ديك الجزء هذا من هاد الشيء هذا مقطع من هاد هذا من حتى هاد الجهه شنو مسميه هذيك مهمه على الكواريت على الكواريت ولا طيروني طير ولا سيروني لا في مستر خوش هذا العلو جيغانتيسك جيغانتيسك دابا خصك تطلع من هنا وتمشي وتعاود تشوف المونتر دابا من الرميلات لا شوفها عاود جهه اخرى عرفت صار الرميلات بداو كيفعوا عاود في دخلوا لداخل كيبنيوها صح دابا صحاب الحاجه تاع الريح الشرقي هذه الجهه ديال جكروا الدريد بغات تكون هذاك الشاطو الشاطو الدريد طبعا على الاقل هنايا كتشوف خضوره البحر كذا باقي هاد الجهه شويه باقا الطرف من الرئه ولكن واحد المنظر هذا عاود هذا من داك داك الشاطو ديال الماء لا داك الشاطو ديال الماء ديك مستر خوش ايوا بالضبط لا ماشي مستر خوش في الرميلات فملي كنكونوا هابطين في الجبل الكبير لتحت كاين واحد الشاطو كان شوية لا فيزيون ما كانتش كانتش مزيانة لا ولكن كان ماشي الضباب كان حتى الدخان ديك ديال الزبالة معروفة ودائما كيعمل هيدا دايرها غادي تحل الدخان كيتسمى المدخنة الاستوائية هذا اللي كتشوفوه هذا اللي بدك شدي كارمون الزبالة كله كنشمو راه كيوصل تانا كيعاود يرجع لطنجة ترميلة ترميلة لان الشرقي كيعاود الاغلبيه ديال الريح الشرقي تري ماركول سي ديك العقليه اللي حطات باش تخرج ديال الشرقي الاغلبيه عندي علما انك خاصك اللي جاك يوطي رحمه الله اللي عنده مخطط المدير ديال المدينه اول حاجه عنده هو المهندسين الاغلبيه دونك دوره الرياح كازا طبعا غربيه ماشي شرقيه فين عملوا الافاق التقاصي شرق المدينه فين نسكنوا في المعارف وعمرهم ما تقاسوهم جام يعني من الغربي كله كيدوز هنايا العكس هنايا ما كانوا عارفين الشرقي ما يديروهاش تما بعد حمار هذا شوف 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 لازم شوف هذه شويه مع الجزيره كما يقال هذه لو كوتي اوبوزي ديال الجبل الكبير هذه سميتو مرشد الجهه ديال جختونه هذه التران اللي قلت هي مكت غادي في التران لاسبول هذه ديك الاخر معمل ديال القمه هو هذاك عيد وادي القادم هيا هنا هي هذه الحومة ديال الحومة ديال اش هذه؟ ديال شرب الديب؟ لا ماشي شرب الديب هذه انت ماشي داخل طنجة خارج من طنجة خارج من طنجة اذا هذه الجهة ديال الحومة الوار ماشي الوار العوامة 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 انت دابا خارج من طنجة دابا انا غادي للأصيلة أصيلة زين يا كاينش اصاحبي كاين شجرة ما كدور كل جور حمر كل جور حمر كل جور دابا في السكه التران يعني هادشي دابا اللي كيبقى هادي سي لوطخ طونج هادي راه طنجه اخرى لوطخ تشوف الجور هو دابا انا قلت لك شفنا دو لوطر كوتي كيفاش كتبان ودابا من هاد الجهه كيفاش كتبان سي راه
كل شيء ليجل الله كل شيء ليجل دابا انت ماشي فيه على الشمال ديالك هذا دابا انت كتصور الجهه الشمال لا جي انا دابا غادي الجهه اليمين كتصور اليمين كتطلع عليه دابا انا غادي اصيله اصيله هي هنا صافي عرفت ها البقايا ديال الباديه دابا هذه جهه شويه هذه انت دابا كتصور اليمين هذه راه شويه وخصك تشوف الجهه الاخرى الجهه هذه وا تما كان حيت كنت في هذه الجهه دونك هادشي اللي كان كيبان لي هادي الضحى هادو شويه شويه على الاقل ساكن مواصفات الدنيا تخرجتي عبد الله قال لي وصلت انا نعرف ديك الاعداديه كنت عندي انا في الشهر الجديد الاول شوف 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 هي الصور ديال عبد الله قلنا هي حتى انا غير مؤسسة عبد الله قلنا تما مدرسة ابتدائية شوف هي جور حمراء صح في سموك وكب البيض وهي مرطب والو هي هذه ثانوية غتكون ولا شي هي هذه عبد الله قلنا غتخرج غتخرج من تخلى من ديازو من ديازو بعد الشنانات اللي بقاو هنا صافي نمشيو نتكلوا شوف جاب جاب بس عندنا صف ديالي اللي سقط عبد الله هنا دايز التراب هذا بطلع شويه باش عطاني ديك خص فريمون عقول اللي تمتلي لان باش توازي هذا التوسع هذا خص فريمون يكونوا الناس الناس المرشحين ديال الربح عندي في هذه راه كنت عندي السياره